لا تزال الاحتجاجات في فرنسا تأخذ من الألوان فلسفتها الخاصة. أصحاب السترات الصفراء تجمعوا في باريس لاستئناف احتجاجاتهم، وفرنسا سلطة وشرطة تأهبت لسبت صبغت صفته بالأسود لما يحمله من توقعات بأن يكون على نفس منوال أيام السبت الثلاثة الماضية، وما بين الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود وقرارات المسؤولين بتعليق القرار ومن ثم إلغائه. لا يزال المشهد رماديا مع توسع دائرة المطالبات بإقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. السلطة الفرنسية التي من فكت تبحث عن سبيل للخلاص اختارت سبيلا فاقعا لونها تغضب المحتجين، فبادرت بالهجوم كوسيلة للدفاع، إذ اعتقلت الشرطة مئات الأشخاص في باريس قبيل ساعات من المظاهرات، الأمر الذي أدى إلى وقوع صدامات في شارع الشانزليزيه بين قوات مكافحة الشغب الفرنسية والمحتجين، وهواء باريس اختلط مجددا ببياض الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة في محاولة لإبعاد المتظاهرين المحتشدين، فازداد مزيج الألوان تعقيدا. أنفاس المواطنين والحكومة انحبست على حد سواء مع اقتراب السبت الأسود من ساعة الصفر، إذ توزع 89 ألف شرطي في مختلف أنحاء فرنسا، من بينهم 8000 في باريس وحدها. ورفعت المستشفيات درجة الجاهزية استعدادا لاستقبال عدد كبير من المصابين الذين بلغ عددهم المئات في الأيام الماضية. أما اللون الأحمر والذي غاب عن مشهد الاحتجاجات الفرنسية، فتنعقد الأمال على ألا تراه فرنسا، بأن تبقى الاحتجاجات خالية من القتل.